من أمام مجمع زياد أحمد القاسم من حوارة، ومن وزارة مديرية النقل والمواصلات في محافظة نابلس التي انتقلت إلى هذا المكان في شارع القدس وفي مجمع زياد أحمد القاسم. أنقل لكم هذه الصورة عن الحركة اليومية. لدائرة السير في شارع القدس. فالحمد لله عاد شارع القدس إلى حالته الطبيعية بعد تخفيف الحواجز عن حاجز حوارة خاصة، وأصبح يعم بالسيارات والمواصلات والحركة التجارية منتعشة. وهذا دليل أنقله لكم، برهان على سير العمل والحركة في هذا الشارع، شارع نابلس القدس. والآن وصلت إلى عمارتنا مبنى التاور في شارع القدس. وإلى صور أخرى وأفلام جديدة أستودعكم الله، وإلى اللقاء.